القرار اللي تم اتخاذه، هل فما ثقة لمستها أنت عن قرب عند المسؤولين وأنه تونس نجم تفوز وتكسب سور تابي فير القضية هذه ولا؟ أنا دوبما وفات دوبما وفات يعني صارت المشكل بديع، مشيت لحجرات الملابس بالطبيعة بالسرقة تعرف يعني الاتحاد الأفريقي، عملت وسألت حسين جنايح وكذلك هشام بن عمران، أكد لي أنه الحكم ما جاش للبنك البدلاء باش ما جاش لحجرات الملابس باش ينادي على قائد المنتخب. نقطة مهمة قالها فهمي بكري زاد ولا استندوا عليها المكتب الجامعي في عدم العودة، في اتخاذ قرار عدم العودة للملعب، وأكيد راهم كانت عندهم سجلوا عليه هذه النقطة هذيا. اي ما جاهمش الحكم، جاهم رئيس لجنة المسابقات يظهر الاتحاد الأفريقي هكا ولا؟ صحيح. اما ما نعرفش قانون انا اسكو الحكم اللي يلزمه يمشي ولا اي ممثل لل الحكم الرابع وحتى واحد منهم ما مشى بديع للحجرات وبالتالي قانونيا هو غلط غلطه الاولى زاد عاود غلط غلطه ثانيه، وحتى نقرا في وسائل التواصل حتى على مستوى الصحفيين في فرنسا يقولون الاحسن انه نقطة أخيرة أنيس قبل ما نخليك تمشي ترتاح بعد يوم حافل غادي في ليمبي، مدى صحة التهديدات الإرهابية اللي جات لبعثة المنتخب الوطني التونسي بعد نهاية المباراة؟ صحيح كان معنا طبعا في اتصال واحد من اعضاء المكتب الجامعي، قلت لنا انهم جاهم اتصال من المسؤول الامني في ليمبي، كما قلت راهي مدينه بويا هي تبعد 50 كيلومتر تقريبا على 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 ليمبي، ومنذ قليل اللجنه المنظمه عملت تحذير لكل المنتخبات اللي تعيش في ليمبي باخذ الحذر لان الامور جديه.